لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي صهيب جابر، صحفي من غزة. انتبه، أهلا بك صهيب. وأبدأ معك بالخلافات بين الميليشيات إيران وميليشيات النظام في دير الزور. نعم، بداية أحييكم والسادة مشاهدي أورينت. أهلا. هذه الخلافات طبعا هي خلافات على الأتاوات والغرامات التي يفرضها أو تفرضها هذه الميليشيات على المدنيين. المعابر النهرية كانت مسرحا لهذه النزاعات في عدة نقاط، في بوغروس وفي المعابر النهرية المقابلة للبوكمال وفي مدينة دير الزور، وأسفرت الاشتباكات أيضا عن مقتل أعداد من هذه العناصر خلال الأسابيع الماضية. آخر المعلومات التي وصلت عن حول هذه الخلافات والنزاعات كانت أن الشرطة العسكرية الروسية تحديدا تولت إدارة هذه المعابر النهرية وانتزعتها من ميليشيات الأفغانية والميليشيات الإيرانية أيضا، ومن ميليشيا الدفاع الوطني أيضا، بالإضافة إلى اعتقال قائد ميليشيا الدفاع الوطني. أيضا وصلتنا معلومات منذ يومين تحديدا أن هنالك تعزيزات ضخمة وصلت لصفوف ميليشيات إيران في الميادين، تحديدا تعزيزات لصفوف ميليشيا حزب الله اللبنانية وتعزيزات أيضا أخرى لميليشيا زينبيون الباكستانية تحديدا من جهة، ومن جهة أخرى في مدينة دير الزور أيضا وصلتنا معلومات عن وصول تعزيزات للجيش الروسي في مدينة دير الزور، ولوحظت هذه التعزيزات في شارع الوادي تحديدا في مدينة دير الزور. الآن يبدو أن سوف تكبح القوات الروسية جماح هذه الميليشيات، خصوصا بعد رضوخ نظام الأسد. نعم. لمطالب الإيرانيين بوقف هذا النزاع وسحب واعتقال ميليشيا الدفاع الوطني التي يبدو أنها قد خرجت عن سيطرة نظام الأسد والروس. وطبعا هنالك معطيات أخرى، منها القصف المجهول على الميليشيات من جهة أخرى في الريف الشرقي تحديدا أو في البادية. هنالك استهداف متواصل منذ أسابيع على الميليشيات الإيرانية، يرجح أن هذا الاستهداف دائما ما يكون عندما يكون المصدر مجهول، تكون طائرات إسرائيلية تغير على الميليشيات الإيرانية تحديدا، وذلك بعد التوافق الروسي الإسرائيلي على إقصاء هذه الميليشيات من المنطقة. إذن الآن الجهة الروسية أو تحديدا الجيش الروسي لا يتدخل عندما يتم توجيه ضربة إلى الميليشيات الإيرانية كما حدث سابقا في مناطق منها الطابية الجزيرة ومنها محيط المطار العسكري مبنى البحوث العلمية التي تعتبر، بالإضافة إلى البغالية، منطقة البغالية تعتبر نقاط أساسية ومخازن أسلحة وذخيرة للميليشيات الإيرانية، وكل هذه النقاط طبعا تعرضت لقصف من طيران، وبعد ذلك قيل أنه طيران مجهول، بينما المعلومات التي وصلت تشير أن الطيران كان طيرانا للاحتلال الإسرائيلي. طيب صهيب، يعني تحديدا عن البوكمال، هي تحت سيطرة من هذه المدينة؟ ميليشيات فاطميون وزينبيون أيضا وميليشيات أخرى، ميليشيات إيرانية هي التي تسيطر على البوكمال، وذلك بموجب قديم نستطيع أن نقول بين نظام الأسد وهذه الميليشيات وبين طهران بشكل مباشر لمنح هذه المناطق ومنح امتيازات في هذه المناطق التي بدأوا بتغيير ديموغرافي فيها فور سيطرتهم مباشرة، منها إقامة الحسينيات ومنها إقامة اللطميات ومنظمات مشبوهة وغير ذلك، مما يدعو إلى حذر والترقب من الفترة القادمة. للأسف لربما تستمر هذه الميليشيات بالتغيير الديموغرافي في هذه المنطقة. طيب صهيب، وماذا عن المعارك التي تقام ضد تنظيم داعش وأيضا الجيوب لداعش؟ أين تتواجد تحديدا في دير الزور؟ سؤال مهم جدا. التنظيم دائما وأثناء هذه الاشتباكات بين الميليشيات الإيرانية وميليشيا النظام يحاول أن يغير ويوجه هجمات لنقاط هذه الميليشيات ويلحق بهم خسائر جمة، خصوصا في محيط البوكمال ومحيط الميادين. التنظيم بقي له جيوب بسيطة داخل دير الزور وهي في الضفة الغربية منطقة معزيلة، وسيطر مؤخرا على منطقة التشولة ومنطقة الخمسة وخمسين. في الضفة الشرقية بقي له مدينة هجين، مدينة بلدة الشعفة وبلدة أبو الحسن وأبو الخاطر في الضفة الشرقية. وحتى اللحظة كلما يكون هنالك اشتباكات بين هذه الأطراف دائما التنظيم يغير ويوجه هجمات على النقاط المذكورة سابقا، وبعد ذلك ينسحب ويتلاشى في البادية. أشكرك على هذه التفاصيل والمعلومات صهيب جابر، صحفي من غزة، انتبه عبر سكايب.